في الكوانتم فيزيكس قاعد يقولوا طيب هي الالكترونات بتلف كلوك كويس ولا انتي كلوك كويس؟ حد عنده معلومه؟ انتي كلوك كويس؟ ما عندكش معلومه؟ طب انا عايزكم بس يا شباب معلش بصوا ربنا خلقنا وادانا عقل عشان نعمل ايه؟ نفكر. ما خدتش معلومات عدي كده من غير هو ليه؟ هو ازاي؟ على فكره دي اعلى درجات الدماغ. سيدنا ابراهيم قال لربنا ايه؟ قال يا ابن كيف تخرج الموت؟ ده انت نام ومن قول يا عز وديت لك رساله تقول قال يا ابن كيف انت مش مؤمن ولا ايه؟ قال له عشان اطمئن قلبي. اطمئن القلب ده ما بيجيش الا بايه؟ التدبر والتفكر والتامل. لذلك هتلاقيه كل القران يعني كل التوجيهات افلا يتدبرون افلا يتفكرون افلا شايف الحرقه في الكلام ولله مثلا الاعلى يعني بس انا بقول افلا يتدبرون افلا يتفكرون انتوا مش بتفكروا ليه؟ انتوا مش بتتدبروا ليه؟ طيب وبالتالي كل معنى لازم ايه؟ لازم ننتبه. طيب نرجع لموضوع الالكترونات بتلف يمين ولا بتلف شمال؟ لقوا انه في بعض اماكن في الكره الارضيه بتلف يمين وفي بعض الاماكن بتلف شمال. فقالوا يمكن ده مرتبط بالقطب الشمالي ولا الجنوبي ولا حاجه. وصلوا لاكتشاف خطير انه بتلف يمين او بتلف شمال حسب الراجل اللي قاعد على الميكروسكوب بيبص على الذره ويشوفها. لو هو في الباك مايند بتاعه هتلف يمين بتلف يمين. اه هنهيس اهو بقى هنسرح ببعض. دوروا على المعلومه دي ما تصدقونيش. دوروا على المعلومه دي. في فيديو على اليوتيوب ممكن ابقى اعمل لكم لينك ليه انزله على الصفحه بتاعتي انه حطوا حيطه زي دي كده صعدوا فيها خضر وبدا جابوا مولي الالكترونات في مكان كده وبدا يخبط على اللوح الحساس ده في فتحه كده في الخضر فبدا الالكترونات تعدي حطوا لها حساس ورا والحساس قدام وبداوا يشوفوا الالكترونات معقده خبطاتها في اللوح ده قد ايه وقاموا مطلعين الناس متصورين لقوا لما واحد واقف يتفرج على الالكترونيات بتسلك مسار ولما الناس طلعت تصوروا الفيديو يقوموا يتفرجوا عليه مسار تاني. جلا رسمي بقى اهو صح؟ ده ايه؟ ده الفيزياء الماديه يعني. وبالتالي في احنا بس عشان بعيد عن الكون بتاع 700 سنه ضوئيه ولا حاجه فالعالم كله دلوقتي عمال يفكر هو هاو كم ازاي ده بيتعارض مع كل قوانين الفيزياء بقى يعني الاوبزرفر يغير مشهد هنا بقى هيحصل ايه؟ فتوحات كتيره قوي للي هيقرا وهيتدبر وهيشوف القران هتلاقي فيه بس مش هيخوض فيها كده. وبالتالي انت كبني ادم لك السيطره على ايه؟ على ماده خلاص؟ طيب ده بني ادم. طب ايه ده؟ ايه؟ لا ايه؟ هل الطاقه يعني ايه الطاقه؟ هل ده مثلا في علاقه بالفوتونات اللي بتطلع من الخلايا؟ معرفش. انسان الكهف ده الصور دي على فكره الصوره دي صوره قديمه جدا يعني بيقولوا من اقدم الصور اللي لقوها مرسومه على الكهف الصوره دي موجوده على فكره على النت. لما رسم البني ادم في الكهف ده رسم حواليه دي دي ماشي ورسمها كده دي وكان شايف كان شايف دي كان شايف عندنا كل الحضاره القبطيه بيحطوا على رؤوس او قدام سلاسل ايه ده بقى؟ ده لا سحر ولا شعوذه بقى؟ انتوا طبعا لو مش حضرت القصه دي معاكم في المحاضره اللي فاتت دي نظام تصوير حديث اسمه كيرليا حتى ظهور الاشكاليه بتاعت ان الذره بيتحكم فيها اللي بيتابعها كانوا بتوع الماده بتوع الناس اللي بيشتغلوا كوانتم فيزيكس بيقول لك ده هوا بره يا جماعه ده كاميرا بتصور انا ماليش دعوه بتطلع الصوره كده قال لك لا اصل في مجال حاسس بيتعارض مع مجال مش عارف ايه ويقوم مبوظ يطلع لك الصوره بالشكل ده. طيب تمام. حتى اللحظه دي كانوا معترضين بره. ما اعرفش هم موقفهم ايه دلوقتي بعد الكونسبت اللي
الفيروس اللي ظهر. دي اجهزه ثانيه، دي مش كاميرا على فكره، دي حاجه ثانيه، بيحط الجيل وبعدين الجهاز بيستقبل. دي حاجه ثانيه. الله، هو مش ده جماد؟ طب ايه ده بقى؟ هي مش ده حيوان؟ هو ايه ده بقى؟ مش دي ورده؟ ايه ده؟ طب دي تفاحه وقسمناها كمان، يعني جودناها، طب ايه ده؟ هنا هنرجع بقى وان من شيء الا يصدق بمحمد، ده اللي هو قوانين التسليحه والثانيه، وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم. ايه؟ ايه؟ زيكم يعني بالظبط، يعني لو انتوا عندكم من ده عندهم هم من ده. طيب ايه ده بقى؟ دي طيب هو وين من شيء الا يسبب الحق؟ مش هو بيتكامل في المعنى؟ ما هو مفيش جمال. هو اصلا مفيش جمال. دليل الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقف على جذع النخله يخطب، وبعدين بيقول لهم بسببه جذع النخله عمل ايه؟ الروايه دي اتنقلت عن واحد ولا عن خمسه ولا عن 10؟ لا ده كل الناس سمعوا، صح؟ مظبوط الكلام ده؟ هو جماد ولا مش جماد؟ مفيش جمال بس مبدئيا. بس يعني عشان ما ناخدش بقى في ايه ازاي وبتاع، خلي دي على جنب، ممكن نبقى نتناقش فيها بعدين. حد معترض؟ حد في حاجة فايتاكم؟ طيب. فاكرين الهالة اللي كانت موجودة دي اللي مصر مش محمد؟ دي تصور على فكرة الناس المصريين وعلماء المصريين الافاضل وكل الحضارات الإغريقية ومش عارف ايه كانوا فاهمين المعنى ده كويس قوي، بس كانوا بيتعاملوا معاه على انها علوم سريه مقدسه مش للعامه. ويعني انا كنت مستغرب الفكره دي، بس يعني اكاد اميل انه من ضمن الناس اللي بتقعد تسمع الكلام ده 10% بس هو اللي بيكمل. ده كان كلام حلو قوي، وبعدين يرجع يتعامل مع المستوى المادي مع العقل اللاواعي العقل الواعي وينسى كل الكلام ده تاني ويرجع. واه يا جماعه احنا قلنا اهو ده الكلام ده بفلوس، انتوا بتهزروا؟ ده انت مسيطر يعني؟ تكتشف ان هي في الاخر هم كان عندهم حق، يعني ما تحرقش جهاز كتير يعني. ايه؟ وصلت الفكره. طب هرجع لدي بس وبعدين جاي لك في العماره اهو. هنا دي مستويات الانسان. انا شرحت في الاول انه الديول بتاعك في التصميم دي. طيب ما هو مش ده انسان ولا ده الانسان اللي جاي هنا؟ يعني انا اخر هنا ولا اخر هنا؟ طيب نشوف ده ايه؟ دي مستويات طاقه حوالين الجسم، والله اعلم انه المستويات دي مسجل عليها كل الهيستوري بتاعك. لا السبع شكرات دي حاجه ثانيه. السبع شكرات دي اللي هي دي. مش جايين هنا، بس دي مجالات الطاقه اللي حواليك. غالبا دي الانبعاثات اللي بتطلع من جسم الانسان، وغالبا انه لما بتشوف حد لانه المعلومات الداتا اللي عنده كلها موجوده في المجال الحي بتاعه ده، فاول ما بتقابله عندك مجال زيه، فالمجالات دي بتتقابل، فالارواح والجلود المجنده فما تعالى فمنها تفقم تنقل منها المعنى. انما لما بنتقابل بيجي لي انطباع عنك ان انا زيك او انا مش زيك، وبالتالي بنقبل بعض او نرفض بعض. برضه ايه علاقه ده بالعباره؟ انت ده ولا انت ده؟ بتفرق ايه؟ يعني خلاص انا يا عم مصدق انا ده. طيب ينفع وانت ده وعارف مكوناتك وعارف تاثيراتك وتقول جاي بتاع كام سيرتي الكهرباء ده؟ انا بعيد عنه مش هيكهربني يعني، بس ينفع؟ ليه؟ لسه في حته، انت حته بقى، انت جزء منك في قلب الفيشه. تمام؟ طيب لو هنفترض انه هنا في حمام جنبنا وانا السرير بتاعي في حته كده، ينفع عليا؟
تبص في الحمام. ينفع؟ هو المجال ده ما بيوقفوش حاجة؟ لا ما بيوقفوش حاجة. ما مفاجأة؟ مش هنضم فيها كتير يعني. ملوش حدود زمان ومكان أسفل. يعني تقدر تروح بيه 50 سنة ورا وتروح بيه 30 سنة قدام. ماشي؟ يعني نقطة سموها فلسفية سموها زي ما تسموها بس دي حقيقة موجودة. لا حدود زمان ومكان أصلاً في الجسم المادي بس خلينا في الحتة بتاعة العمارة. ايه بقى انا ده حدودي ده جسمي وبالتالي لما انا اصمم لازم اكون واعي لحدودي واكون واعي لمكوناتي عشان ما ابوظش الدنيا. تمام يا شباب؟